عموما تعالى نشوف كده لقاء تعالى لطيف جدا ما بين أطول فتاة في العالم، طولها 2 متر و15 كم؟ 2 متر و15 سنتي، وبين أقصر، هي على فكرة البنت دي طلعت تركية اسمها رميسة، والبنت الهندية اللي طولها 62 سنتي جوتي في جينيس، طبعا كانت عم تحتفل بالعاصمة البريطانية، عاملة احتفال لليوم الأرقام العالمية القياسية ل 24، فالتقوا البنتين دول. فحبيت الفيديو، حبيت التميز. هي جينيس بتقول ايه؟ بتقول يا جماعة احنا بنبحث عن التميز، انه انت دايما بيبقى فيك حتة افضل كل واحد فينا. فحبيت الفكرة، فكرة انه فعلا احنا كل واحد فينا مميز بحاجة، نظهرها ازاي بقى ونركز بتعليمنا لاولادنا الحتة التربوية ان انت فيك حاجة مميزة. المدرسة، الاهل، الكابتن في التمرين، انت حاجة شايف مين اللي يبقى؟ بصي، لا هي مش مسألة حاجة مميزة، هي مسألة انه انا بشوف كده طول الوقت ان انت عليك ان انت تتكيف وتتقبل الهيئة والخلقة والشكل اللي ربنا خلقك عليه. كل واحد فينا عنده مواصفات وعنده مميزات وعنده عيوب، مفيش حد كامل، صح؟ فبالتالي الذكي هو اللي بيعرف ازاي يتكيف مع هيئته وشكله ويتقبله، ده رقم واحد، يستفيد من مميزاته وكمان ما يعانيش من عيوبه، بالعكس ده يبتدي يتعامل مع هذه العيوب ويحاول يستفيد منها او يقلبها لمميزات. يعني هو في النهاية هذا القصر وهذا الطول الفرع قوي اوفر، صح؟ صحيح. بس في النهاية خلقت ربنا. واللي انا عايز اقوله والله مش ورع ولا تقوى ولا استشياخ، بس هل هو ربنا بيعمل حاجة عشوائية؟ لا طبعا، تمام، له في خلقه حكم. نعم، له في خلقه حكم. طب حكمة، طالما ربنا عمل كده سبحانه وتعالى يبقى له حكمة. اكيد. حاول بقى تفهم الحكمة وتستغلها، هو ده اللي انا بقوله. انه ما تقولش ليه يا رب عملتني كده، ليه يا رب، مش هي انت مش هتحاسب ربنا، مش هتحاكم ربنا وتقول له ليه يا رب عملت كذا او كذا او كذا، او حتى ترفض، مش من حقك. انت شطارتك ان انت تفهم الحكمه، ولو ما فهمتهاش تعامل معاها وحاول تقلبها لصالحك. انا طول الوقت بشوف كده، ساعتها كل الناس هتبقى متصالحه مع نفسها ومع شكلها ومع هيئتها، وهتحاول طول الوقت تستفيد بالامكانيات دي لافضل استغلال ممكن. والله هما كمان بيدوا مثل وقدوة على كمية التنمر اللي تعرضوا ليه. أكيد. ما هو ده هما اللي واجهوه بقى، واجهوه بشكل إيجابي وعرفوا. برافو عليك. في ناس تستسلم بالظبط وتكتئب وتتكسر نفسيا وتصل ممكن للانتحار. صحيح. وفي ناس ترفض هذا التنمر وتقول لهم دي ميزة عندي وهستغلها. ايوه، ما هو انا بقى التميز، ومدى انك انت بتدي ابنك من هو صغير لو عنده اي مشكله بتدعمه نفسيا ومعنويا. صحيح. وبتتابعه بقى في المدرسه، العلاقه ما بين البيت والمدرسه دي مهمه جدا. مليون في المية. بص، اسمها ايه البنت الهنديه؟ البنت الهنديه اسمها جيوتي. جيوتي. صحيح. هتعرف تجيبه ولا لا؟ هات بقى كادر انا اهو. والله ده 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 حلو قوي، ترند لينا بقى. باين عندك حضرتك بقى شفتها فين؟ شفته ولا جبته ولا لا؟ خش كمان لو عايز. انا انت جاي تدقني ليه؟ ماشي. يعني ها، لا هي طيب. ممكن عايزه تتنور مره تانية حضرتك. مره ده بقى كان لقاء ليا من كام سنه، من كتير، يمكن من 10 سنين. من 10 سنين صحيح. اطول رجل في العالم مع اقصر سيده في العالم. أيوة، هي بقى افتكرت لما انت قلت لي دلوقتي، قعدت ادور في الالبوم عندي على جوتي اهي. كنت انا شايلها اهو واقف جنبي، كنت واصل لركبه كنت واصل لركبه الراجل اهو، اعتقد ده كان تركي وتوفى تقريبا. وتوفى الله يرحمه. وادي البنوته جوتي، وكنت مستضيفه، وانا اعتقد مش فاكر كانت فين، في قناه الحياه قبل ما انتقل الى قناه النهار. فلما فكرتيني بجوتي انا قلت انا شفتها قبل كده. طب حلو قوي. بس يعني
حاجة تمام. لطيفة جدا. وعايز اقول لك انها وهي معايا وعملت معاهم حوار وكان حوار لطيف جدا، متصالحين جدا ومبسوطين جدا، وجوتي دي بتضحك ومالت الاستوديو بهكة، حاجة كانت جميلة. ومن يوميها انا ادركت اللي انا بقوله، انا بتعلم بالسهل، انا مش مولود عندي الافكار دي. لا طبعا. زي ما قابلت ناس وشفت قد ايه، رغم انها ممكن حد من كان يبص على انه طول الوقت الناس بيبصوا لها متنمرين ومش عارف ايه وتبقى مكسوفه، بنت داخله كانها فراشه في الاستوديو وبتفرح وهاي وتبوس ده وتبوس ده، فاجبرتنا على حبها. صحيح. فمن يومها اتعلمت ان الواحد ازاي يتصالح مع نفسه فيجبر الاخرين على انهم يحبوه بدل ما يتنمروا عليه. ويقول الحمد لله على اللي هو فيه ايا كان يعني. الحمد لله رب العالمين. حاجه لطيفه قوي كنا بنشوفها في الافلام والمسلسلات كده، زي بقى خيال علمي، يجي روبوت يكلم روبوتات ويتفقوا على مؤامره ضد البشر. افلام الخيال العلمي حصل ده بقى فين؟ إيه؟ حصل تمرد روبوتات، تجربه تثير المخاوف حول الذكاء الاصطناعي. روبوت دخل اهو، حضرتك شوف الفيديو، دخل روبوت صغنون بيكلم الروبوتات التانية بيقول لها هو انت بتشتغلي؟ هو انت كل يوم قاعده في البيت؟ سوري في المكان. قالت له انا بشتغل طول الوقت. قال لها طب خلاص انتوا مش عايزين ترجعوا للبيت. ففعلا خلى الروبوتات تمشي معاه وتنصاع لاوامره وتسيب صاله العرض اللي هي في شانغهاي. بيقول لك انه الروبوت ده تحديدا الصغير تم مراقبته وتم التعامل معاه من خلال الذكاء الصناعي انهم يقدموا تجربه، هل يقدر الروبوت اللي فيه الذكاء الصناعي يقنع الروبوتات التانيه؟ فعلا اقنعه ومشي، ودي كانت تجربه. فانا يعني انا لما شفت الفيديو ده قلت لا، ده الافلام ما كسبتش بتاعت الخيال العلمي لما كانت بتخلينا نمشي وراها بايه ده، معقول ده هيحصل؟ لا لا لا، ده مستحيل يحصل. حصل. بص يا استاذه مايا، أنا مش عايز أخوفك يعني. ماشي. بس خافي. وكلكم خافوا. وليس ببعيد اليوم الذي سيدمر فيه الذكاء الاصطناعي البشرية. ليس بيوم بعيد. يعني زمان كنا بنقول يا إمتى هيجي، أنا بقول لك بقى دلوقتي أهو مش بعيد. مش في كمان 100 سنة ولا 200 سنة، لا ده قريب. هيجي يوم الذكاء الاصطناعي ده هيعمل مصيبة قد تدمر البشرية، قد تقضي على البشر ده ونبتدي نجيب بشر تانيين وأجيال تانيين ومش عارف ايه وكذا. لأن الذكاء الاصطناعي أصلا انت وصلتي إلى مرحلة، فكرة أنا عارفة أنا ابتديت إلى إمتى، فاكرة من سنين كده لما قالك أنا استنسخ النعجة دولي من بداية ما العلم مشي في سكة الاستنساخ دي وازاي نحاكي، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، شغل ربنا. هنا انا حطيت ايدي على قلبي.